للمزيد من المتابعة انضم إلينا عبر الهاتف من رام الله السيد نهاد أبو جوش، الكاتب والمحلل السياسي. مرحبا بك معنا. مرحبا بكم، صباح الخير. أهلا بك سيد نهاد. يعني بعد مرور 10 أشهر على المجازر الإسرائيلية منذ 7 أكتوبر، لم يتوقف أو تتوقف آلة القتل الإسرائيلية بوجه الأشقاء الفلسطينيين في مختلف الأراضي المحتلة، ليس فقط في غزة ولكن لها النصيب الأكبر، وأيضا في الضفة الغربية. يعني هل من بصيص أمل لإيجاد هدنة لوقف إطلاق النار بشكل كامل، خاصة مع قائمة الاستهدافات التي فتحتها إسرائيل تجاه المقاومة الفلسطينية أو حتى أذرع المقاومة أو جبهة الإسناد كما تسمى باتجاه الجنوب اللبناني؟ نعم، يعني أولا يعني هم أسموا إحدى عملياتهم أسموها اليد الطويلة، والمقصود بذلك يد الشر التي تصل إلى أي مكان، يعني في طهران أو في اليمن أو العراق أو لبنان. يعني إسرائيل معروف أنها تستبيح الحدود السيادية لكل الدول التي ترى أنها يعني محصنة ضد أي ملاحقة أو محاسبة في القانون الدولي. لكن هي رهان الإسرائيلي في البداية كان على الاستفراد بالفلسطينيين، وأن بإمكانها أن تفعل ما تشاء بحكم التفوق العسكري الحاسم الذي تملكه في مواجهة شعب أعزل. لكن هذا الاستفراد لم ينجح، و تحولت القضية الفلسطينية خلال الشهور العشر الماضية إلى قضية العالم بأسره، ورأينا المظاهرات العارمة في كل مكان، ورأينا أيضا التغيرات العاصفة في المجتمع الدولي. ولأول مرة في تاريخ دولة إسرائيل يصبح هذه الدولة هي وقادتها قيد المساءلة القانونية والملاحقة، حتى أن ثمة مذكرات اعتقال يعني تنتظر بحق بعض القادة السياسيين، وربما تمتد إلى العسكريين، بالإضافة إلى يعني النتائج الكارثية على مكانة إسرائيل الدولية وكل ذلك. إذا الموضوع لم يعد يعني محصورا في علاقة يعني في الاستفراد الذي يعني بدأت به إسرائيل تجاه الشعب الفلسطيني. لكن بالنسبة لسؤالك، يعني أعتقد أنه يعني الصورة في غزة في تحديدا وفي فلسطين هي صورة ذات وجهين. وجه يعني الكارثة الإنسانية المأساوية والمعاناة الهائلة لأكثر من 2 مليون إنسان في كل مجالات الحياة، والانعدام للماء والغذاء والدواء وحتى حق الحياة، يعني مع سقوط نحو 50,000 شهيد. لكن أيضا هناك وجه آخر صمود بطولي للمقاومة وللشعب، وهذا يمنحنا الأمل بأن لابد أن ينتهي هذا الكابوس، ولابد أن يعني أن كل العوامل الخارجية والداخلية والأزمات الانقسام الداخلي الإسرائيلي يعني سوف تضغط على هذه القيادة الإجرامية لكي تنهي هذا الفصل الدموي من تاريخ العالم. وبالتأكيد يعني نتمسك بالأمل، لأن القضية الفلسطينية لم تعد يعني محصورة فقط بما تريد إسرائيل إملاءه علينا. نعم، بعدما قام الاحتلال الإسرائيلي بالاستهداف في إيران وخرق سيادة إيران واستشهاد إسماعيل هنية، لأي مدى ترى أنه من الممكن أن يكون هناك رد فعل عنيف من قبل إيران تجاه إسرائيل، أم أن الأمور قد تأخذ شكل عمليات محدودة فقط، خاصة وأن حسن نصر الله أيضا توعد برد على اغتيال أحد أذرعه أو أحد قادته العسكريين؟ نعم. يعني بالنسبة لإيران، يعني أكد كل المسؤولين الإيرانيين أنها إيران سوف ترد على هذا الانتهاك الفاضح للسيادة الإيرانية والمساس بضيف يعني سياسي مرموق يعني لإيران في احتفالها بتنصيب الرئيس الجديد. لكن كيف سيكون هذا الرد؟ أنا أرجح أن إيران ليست معنية بالانجرار إلى حرب مفتوحة، ولا أحد من معني بالإجرار إلى حرب مفتوحة في هذا العالم، وبالتالي سيكون الرد. يعني وأذكر هنا أن الحادثة ربما هناك حادثة مشابهة لكن أقل حتى كانت، وهي استهداف القنصلية الإيرانية في دمشق، في حينها كل العالم طلب من إيران ألا ترد وردت، وبالتالي يعني هي تستطيع أن ترد وبالتأكيد سوف ترد.
طبعا هنا علينا ألا ننسى أن أيضا إسرائيل يعني ليست مهيئة ولا هي جاهزة لخوض حرب مفتوحة، لكنها تسعى لتوريط الولايات المتحدة في هذه الحرب ضد إيران. ولذلك أذكر بما قاله نتنياهو في خطابه في الكونغرس حين قال: نحن نحارب أعداءكم في لبنان، في حزب الله وحماس وإيران، وبالتالي حتى حين اختار هدفا لاغتياله في بيروت الشهيد فؤاد شكر، اختار شخصا مطلوبا من قبل FBI، وهو يعني تتهم الولايات المتحدة بأنه مسؤول عن تفجير الذي أودى بحياة العشرات من جنود المارينز، وكان مطلوبا للأمريكيين. ولذلك اختاروا هذا الهدف لكي يقولوا: نحن الذين، إسرائيل يعني هي التي تنفذ ما تريدون بالتصدي لأعداء أمريكا. فكان يهدف نتنياهو من وراء ذلك أولا إلى توريط الولايات المتحدة في هذه الحرب، ثانيا إلى التغطية على فشله الذريع في تحقيق أهداف الحرب في قطاع غزة، بالإضافة إلى خلط الأوراق، يعني بمعنى وكأن إسرائيل هي المعنية بالرد على استشهاد 12 فتى سوريا من الجولان السوري العربي المحتل. إسرائيل التي تنكل بكل أنواع التنكيل والقمع والاعتقال والتهميش للعرب السوريين في الجولان، تدعي أنها كأنها هي ولية الدم التي ستنتقم لهم، مع أنه كل المؤشرات تؤكد يعني أن إسرائيل هي المسؤولة عن استشهاد هؤلاء الفتية في الجولان. أشكرك سيد نهاد أبو جوش الكاتب والمحلل السياسي، كنت معنا عبر الهاتف من رام الله.